السلام عليكم، هلا فيكم في فيديو جديد. واخيرا اخيرا طلعت تسريبات الحق الاي 14، معالج الايفون القادم الايفون 12، ايفون 12 برو، اهم شيء الايفونات اللي راح تنزل في سبتمبر. الكل يعرف الاي 13 اللي موجود الحين على الايفون 11 11 برو 11 برو ماكس قوي ممتاز ويحافظ على البطاريه، في ميزات كثيره لحق اللي تستخدم الجهاز، معالج ما يشتغل جميع النواه فما يستهلك بطاريه كثير، فالاي 13 الموجوده ممتاز. لكن الكل يعرف ان في الايباد برو اللي هو الاي 12 اكس اللي هو اقدم من الاي 13 الى الان قوه المعالج اقوى بكثير من الاي 13 اي 12 اكس، اقصد مش الاي 12 الموجود في ال 10 اس، لان ال 10 اس وال 10 اس ماكس وال 10 ار نزل عليهم اي 12، الايباد برو نزل عليه 12 اكس يكون 80 نواة، والسرعة كلوك سبيد حق المعالج اقوى ومعالج الرسوميات اقوى. لكن الـ A13 الى الان اقوى من الـ A12، لكن مش اقوى من الـ A12X. الـ A13 موجود في الايباد، لكن الان نزلت التسريبات من ما نشوف عندكم بالصورة A14 في السنجل كور 1658 مقارنة بالـ A12X اللي موجود في الايباد برو 1110، ف600 نقطة، قريب 600 نقطة في جميع النواة في الـ A14 4612، وجميع النواة في الـ A12X إلى الآن ممتاز وقوي 4568، ما في فرق كثير. ليش؟ لأنه ستيل الـ A14 راح ينزل بسداسي النواة، الـ A12X يعني الـ X لحق الإيبادات كلها يكون 80 نواة، فالمجموع النواة راح تكون أسرع هناك. فلو نشوف النقاط أو السكور كاملين لحق البنش مارك راح يكون في الـ A14 8259 وفي الـ A12X 8831، فا اوكي. لكن كسنجل كور في قفزة قوية، يعني اخيرا شفنا معالج ايفون راح او معالج الـ A بدون X راح يكون اقوى من الـ A بالـ X، او انه على الاقل يوصل له يعني في المرحلة. فتخيلوا الـ A14 راح يكون كذا القوة، تخيلوا الـ A14X كيف راح يكون؟ هذا اللي انتظره انا. الـ A14 العادي راح خلاص اخيرا راح يقايش الـ A12X، فالـ A14X كيف راح يكون؟ بس هذا الفيديو هذا كل شيء. فالمعالج راح ينزل بالبداية، اول ما راح ينزل على الايفون 12 في سبتمبر، بعدها اذا نزل ايباد بعد سبتمبر او في سبتمبر، اهم شيء انه راح الـ A12 الـ A14 راح يكون حق الايفون. بعدين بعد سبتمبر اذا نزل اي جوال او اي ايباد راح يكون عليه الـ A14X، اي ايباد برو مش الايبادات العادية. اما الايبادات اللي قبل سبتمبر راح يكون عليهم، اللي صار الايباد برو قبل سبتمبر راح يكون عليه الـ A13X اذا نزل ايباد برو. فانا انتظر على الـ A14 معالجات السنة 2020. طبعا الشيء اللي من صالحه او الشيء القوي حق المعالج، طبعا لو بنشوف برضو الفريكونسي يوصل تقريبا 3090 ميجا هرتز، طبعا طلعت اشاعات برضو انه وصل 3200 3300، ولو نشوف لحق معالج الايباد A12X راح يكون 2490 ميجا هرتز، ففي فرق، في فرق كبير، خصوصا الـ A14 راح يكون مبني على الـ 5 نانومتر، اول معالج راح يكون السنه هذه 5 نانومتر، فالـ 5 نانومتر دي اشياء كثيره راح يكون فيها، الكلوك سبيد راح يكون عالي بدون اي شيء، المعالج راح يكون قوي بدون حتى او تعديل في اي شيء، لان كل ما يصغر المعالج من 7 نانومتر الحين راح يكون 5 نانومتر، صرف بطاريه راح يكون فرق كبير ملحوظ، حتى لو ان البطاريه نفس البطاريه القديمه، لكن مع معالج اصغر ما راح يستهلك بطاريه كثير. بس هذا الفيديو هذا كل شيء، فانا متحمس كثير حق الـ A14 وبرضه الـ A14X، بس معالجات الـ A14 يعني متحمس لها كثير. فاكتبوا لي تحت التعليقات هل متحمسين انتم، متحمسين حق معالجات الجديده اللي بتكون بال 5 نانومتر والـ A14 والـ 5G بيكون فيها وكل شيء. أنا بدي أشوف كيف الـ 5G أبل بتحطه، هل راح تخليني أستخدم الجهاز بالـ 5G ولا ما راح أستخدم الجهاز بالـ 5G؟ الجهاز هل راح يسخن ويسرب بطارية وكل شيء؟ لأن تخيل يكون في 5G يكون مثلا عليه 120 هرتز الريفرش ريت حق المعالج أو حق الشاشة، والبطارية كيف راح تكون؟ كيف الحالة راح تكون؟ بس لأن الكل يعرف أنه في الأندرويد ما تقدر تشغلهم كلهم، 120 لو تشغلها والكواد، يعني لو انك تشوف جهاز في 120 ويكون الريزولوشن حقه فوق ال 1080 وتشغل عليه 5G، خلينا نشوف كيف يستحمل الجهاز حقك والحراره كيف تستحمل. لكن ابل خلينا نشوف ايش بتسوي، مع ان الايباد ما في فرق بينه، الايباد الجديد الموجود عندي 120 هرتز اللي هو برو، ما في فرق بينه وبين الايباد القديم اللي ما في 120 هرتز كاستخدام الشاشه وكل شيء، ما في فرق. فابل مسوي حركه في المعالج وكل شيء، يعني تبني المعالج، تبني دقة المعالج يكون مبني لحق ذا الشيء. ف
فنشوف مع معالج 5 نانومتر على مع 120 شو بيكون، وشوف الفرق بينه ومع ال 5G ومع الايفونات اللي موجوده احنا بس. ففي نهايه الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناه ونشر المقطع، عمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسوا الفضل دعائكم، والسلام عليكم.